السلام عليكم أحبائي التلاميذ، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص الاستماع والتحدث، حكاية عدنان والبهلوان. أهداف هذه الحصة التعرف على معجم الحكاية، سرد الحكاية بأسلوب شخصي وتشخيصها. أولا نسترجع عناصر الحكاية ونبدأ بالشخصيات. هيا يا فراس، ما هي الشخصيات المذكورة في الحكاية؟ الشخصيات المذكورة في الحكاية هي عدنان والبهلوان والأطفال. نعم أحسنت يا فراس. والآن يا عثمان، أين وقعت أحداث هذه الحكاية؟ وقعت أحداث الحكاية في القرية أو في الدوار. وأنت يا فرح، متى جرت أحداث الحكاية؟ جرت أحداث الحكاية في الصباح. هيا يا وصال، عن ماذا كانت تتحدث الحكاية؟ تتحدث الحكاية عن عدنان والبهلوان. والآن يا أطفال، أنصتوا للحكاية كي نستخرج المعجم. عدنان والبهلوان. كان يا مكان، كان في قديم الزمان رجل اسمه البهلوان، يسافر من مكان إلى مكان، يحمل معه الكمان، يعزف عليه أعذب الألحان. كان البهلوان كلما حل بحي أو قرية يتحلق حوله الأطفال فيمتعهم ويسليهم بألعاب وأحذيات وأجمل الحكايات. وذات نهار حل بدوار فرأى الأطفال يمرحون ويلعبون، إلا طفلا كان يجلس وحيدا تحت شجرة وهو حزين. دنا البهلوان من الطفل مبتسما وقام بحركة أمامه أضحكته، ثم صافحه وقال له: أتسمح لي بالجلوس قربك؟ الطفل: تفضل. البهلوان: أنا البهلوان. الطفل: مرحبا وأنا عدنان. البهلوان: تشرفت بمعرفتك. قل لي يا عدنان، ما العدد الذي يشكل الرقمان؟ 1 و1. عدنان: 2. البهلوان ضاحكة: لا، بل 11. عدنان مستغربة: ماذا؟ البهلوان: أنا قلت لك 1 و1، أي 1 بجانب 1، وليس 1 زائد 1. ضحك الاثنان وقال عدنان للبهلوان: عندي لك طلب. البهلوان: اطلب ما تريد يا عدنان. عدنان: أتلعب معي؟ البهلوان: ولما أنا هنا؟ سننضم إلى الأطفال ونلعب ونغني جميعا. عدنان: فكرة رائعة، هيا بنا نلعب ونغني. والآن سنتعرف على معجم الحكاية وسنبدأ بأسماء الأشياء والأمكنة. يعزف البهلوان على الكمان. عندنا كلمة شجرة. هيا يا محمد علي، استخرج جملة تتضمن كلمة شجرة. يرفرف العصفور فوق الشجرة. وعندنا كلمة قرية. هيا يا نسرين، أعطني جملة تتضمن كلمة قرية. ذهبت إلى القرية في العطلة الربيعية. وهناك أسماء أشياء أخرى وأمكنة في الحكاية، مثل الدوار، الألحان، إلى غير ذلك. والآن نمر للأفعال الموجودة في الحكاية. عندنا فعل يسافر. هيا، من يدخل هذا الفعل في جملة؟ هيا يا أنس. يسافر أبي من مدينة إلى أخرى. وهناك فعل يعزف. هيا، من يعطيني جملة تتضمن فعل يعزف؟ يعزف الفنان على الكمان. نعم أحسنت يا علي، جيد.
وهناك أفعال أخرى في الحكاية مثل يحمل، يمرحون، يلعبون إلى غير ذلك من الأفعال. أما الصفات الموجودة في الحكاية هناك وحيدا. هيا يا عمر أدخل هذه الكلمة في جملة. أجلس الطفل وحيدا في ساحة مدرستي. نعم أحسنت يا عمر. وأنت يا رانيا أدخلي كلمة ضاحكا أو مبتسما في جملة. تقبل أبي الضيوف مبتسما. وهناك صفات أخرى مثل مستغربا، أعدب، ضاحكا إلى غير ذلك. أما الشخصيات المذكورة في الحكاية فهي عدنان والبهلوان والأطفال. والآن نمر لعائلة الكلمة. عندنا فعل لعب، سنستخرج منها كلمات لاعب، ألعاب، لعب، ملعب إلى غير ذلك. والآن نمر لسرد وتشخيص الحكاية. عدنان والبهلوان كان يا مكان في قديم الزمان، رجل اسمه بهلوان يسافر من مكان إلى مكان، يحمل معه الكمان يعزف عليه أعذب الألحان. كان البهلوان كلما حل بحي أو قرية يتحلق حوله الأطفال فيمتعهم ويسليهم بألعاب وأحجيات وأجمل الحكايات. وذات نهار حل بدوار فرأى الأطفال يلعبون ويمرحون، إلا طفلا كان يجلس وحيدا تحت شجرة وهو حزين. دان البهلوان من الطفل مبتسما وقام بحركة أضحكته، ثم صافحه وقال له يلا أتسمح لي بالجلوس قربك؟ تفضل. أنا البهلوان. مرحبا وأنا عدنان. تشرفت بمعرفتك. قل لي يا عدنان، ما العدد الذي يشكل الرقم 1 و1؟ 2. لا بل 11. ماذا؟ أنا قلت لك 1 و1، أي 1 بجانب 1 وليس 1+1. عندي لك طلب. أطلب ما تريد يا عدنان. أتلعب معي؟ ولما أنا هنا سننضم إلى الأطفال ونلعب ونغني جميعا. فكرة رائعة، هيا بنا نلعب ونغني. عدنان والبهلوان كان يا مكان كان في قديم الزمان، رجل اسمه البهلوان يسافر من مكان إلى مكان، يحمل معه الكمان يعزف عليه أعذب الألحان. كان البهلوان كل محل بحي أو قرية يتحلق حوله الأطفال فيمتعهم ويسليهم بألعاب وأحشيات. فذات نهار حل بدوار فرأى الأطفال يلعبون ويمرحون، إلا طفل كان جالس وحيدا تحت شجرة وهو حزين. دنا البهلوان الطفل مبتسما وقام بحركة أمامه أضحكت، ثم صافحه. أتسمح لي بالجلوس قربك؟ تفضل. أنا البهلوان. مرحبا وأنا عدنان. تشرفت بمعرفتك. قل لي يا عدنان، ما هو
الرقمان واحد وواحد اثنان. ها 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 ها، لا بل احد عشر. ماله؟ انا قلت واحد وواحد، اي واحد بجانب واحد وليس واحد زائد واحد. ها 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 ها، عندي لك طلب. اطلب ما تريد يا عدنان. اتلعب معي؟ ولما انا هنا فننضم الى الاطفال ونلعب ونغني. فكره رائعه، هيا بنا نلعب ونغني. عدنان والبهلوان كان يا مكان في قديم الزمان، رجل اسمه بهلوان يسافر من مكان الى مكان، يحمل معه الكمان يعزف عليه أعذب الألحان. كان البهلوان كلما حل بحي أو قرية يتحلق حوله الأطفال فيمتعهم ويسليهم بألعاب وأحجيات وأجمل الحكايات. وذات نهار حل بدوار فرأى الأطفال يلعبون ويمرحون، إلا طفلا كان يجلس وحيدا تحت شجرة وهو حزينا. دان البهلوان من الطفل مبتسما وقام بحركة أضحكته، ثم صافحه وقال له يلا أتسمح لي بالجلوس قربك؟ تفضل. أنا البهلوان. مرحبا، وأنا عدنان. تشرفت بمعرفتك. قل لي يا عدنان، ما العدد الذي يشكل الرقم واحد وواحد؟ اثنان. لا بل أحد عشر. ماذا؟ أنا قلت لك واحد وواحد، أي واحد بجانب واحد وليس واحد زائد واحد. ها ها ها. عندي لك طلب. أطلب ما تريد يا عدنان. أتلعب معي؟ ولما أنا هنا سننضم إلى الأطفال ونلعب ونغني جميعا. فكرة رائعة، هيا بنا نلعب ونغني. عدنان والبهلوان كان يا مكان، كان في قديم الزمان رجل اسمه البهلوان يسافر من مكان إلى مكان، يحمل معه الكمان يعزف عليه أعذب الألحان. كان البهلوان كلما حل بحي أو قرية يتحلق حوله الأطفال فيمتعهم ويسليهم بألعاب وأحجيات وأجمل الحكايات. وذات نهار حل بدوار فرأى الأطفال يمرحون ويلعبون، إلا طفلا كان يجلس وحيدا تحت شجرة وهو حزين. دنا البهلوان من الطفل مبتسما قام أمامه بحركة أضحكته، ثم صافحه وقال له أتسمح لي بالجلوس قربك؟ قال الطفل تفضل. قال البهلوان أنا البهلوان. أجاب الطفل مرحبا وأنا عدنان. قال البهلوان تشرفت بمعرفتك. قل لي يا عدنان، ما العدد الذي يشكله الرقمان واحد وواحد؟ قال عدنان اثنان. أجاب بهلوان ضاحكا لا بل أحد عشر. قال أجاب عدنان مستغربا ماذا؟
قال البهلوان: أنا قلت لك واحد وواحد، أي واحد قرب واحد، وليس واحد واحد زائد واحد. ضحك الاثنان وقال عدنان للبهلوان: عندي لك طلب. قال البهلوان: ما تريده يا عدنان؟ قال عدنان: أتلعب معي؟ أجاب البهلوان: ولما أنا هنا سننضم إلى الأطفال ونلعب ونغني جميعا. قال عدنان: فكرة رائعة، هيا بنا نلعب ونغني. كان يا مكان، كان في قديم الزمان رجل اسمه البهلوان، يسافر من مكان إلى مكان، يحمل معه الكمان، يعزف عليه أعذب الألحان. كان البهلوان كلما حل بحي أو قرية يتحلق حوله الأطفال، فيمتعهم ويسليهم بألعاب وأحجيات. وذات نهار حل بدوار، فرأى الأطفال يمرحون ويلعبون، إلا طفل كان يجلس وحيدا تحت شجرة وهو حزين. دنا البهلوان مبتسما وقام أمامه بحركة أضحكته. فكرة رائعة، هيا بنا نلعب ونغني. هيا.